السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو خفيف جدا عن ازاي تقدري تعملي كفتة داوود باشا. اول حاجة المقادير: نص كيلو لحمة، بصلة متوسطة متقطعة متوسط، ملح وفلفل، ثوم وشطة، شوية خضرة، وهنحتاج صلصة. حط اللحمة والبصل والخضرة ونص الثوم والفلفل والملح والشطة ونخلط ونعمل كور. نشغل النار، معلقتين سمنة، ونحط كور اللحمة تتحمر. نجيب حلة، نحط شوية زيت، بقية الثوم لحد ما يصفر، نحط الصلصة وشوربة لحد ما تغلي، نحط كفتة داوود ونسيبها تستوي في الصلصة. نحط شوية صلصة على باقي كفتة داوود اللي كانت في الطاسة ونغطيها ونقدمها مع مكرونة سباكيتي وألف هنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتابعوني على سناب شات وعلى تويتر وعلى انستجرام، وما تنسوش تكتبوا تعليقاتكم تحت. والسلام عليكم.